أهلا بكم في نظام إدارة التعلم بجامعة الملك خالد. بتوفيق من الله تجاوز كثير من أعضاء هيئة التدريس مرحلة الاستخدام لنظام إدارة التعلم إلى مرحلة التميز والإبداع والانتقال من مرحلة الجمع إلى مرحلة الإنتاج، وهذا ما وجدناه في مقرر علم الأمراض للدكتور مبارك الشريم من كلية الطب. نشاهد الآن هذه الصفحة الرئيسية للمقرر. ننتقل الآن إلى محتويات هذا المقرر من خلال رابط Course Content. نشاهد المحاضر قام بتقسيم المنهج حسب المواضيع الخاصة بهذا المقرر، وكل مجلد يحتوي على مجموعة من الملفات. نقوم الآن بالضغط على أحد هذه المجلدات. نجد أن المجلد يحتوي على ثلاثة عناصر، تحتوي على ثلاثة ملفات. نقوم بفتح أحد هذه الملفات الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. At the beginning, I would like to welcome you to the course of pathology, hoping that you will enjoy learning pathology during this online. نشاهد أن المحاضر قام بتحويل عرض باوربوينت إلى ملف فيديو باستخدام أحد البرامج المتخصصة في هذا المجال، وهو برنامج كامتازيا ستوديو. ومن مميزات هذا البرنامج أنه يقوم بتسجيل صوتك مع عرض شرائح الباوربوينت، كما يوجد به إمكانيات رائعة للتحرير وأدوات جذابة للشرح والإخراج، كما يتيح لك فهرسة ملف الفيديو بحيث تستطيع التنقل إلى موضوع معين داخل الفيديو كما نشاهد هنا. إنها خطوة رائعة ومميزة في هذا المقرر. نعود الآن إلى محتويات هذا المقرر. نجد أن المحاضر أضاف مجلدا يحتوي على مواد تعليمية إلكترونية خاصة بهذا المقرر، كما نشاهد هنا مجموعة من الملفات الفيديو التعليمية. نقوم بتشغيل أحد هذه الملفات. Good morning everybody. Now we are going to start chapter 4, which is called hemodynamic disorders. In contrast to the three earliest chapters in which we learned about the scientific basis of inflammation, regeneration, healing, we didn't really get into too many like real specific diseases. Well, as of chapter الواجبات أو التكليفات من أهم أدوات تفعيل التعلم الإلكتروني، وهي الأداة التي تقيس مستوى الطالب العلمي ومدى حرصه على التعلم واكتساب المهارات. ننتقل وإياكم إلى صفحة الواجبات الخاصة بهذا المقرر. والملفت للنظر في هذه الواجبات أن المحاضر يضيف صورة متعلقة بهذا الواجب، حيث نلاحظ في هذا الواجب أن المحاضر طلب من الطلاب البحث في الإنترنت عن الصور ومقاطع الفيديو أو الفلاش المتعلقة بموضوع هذه الصورة، وإضافة هذه الروابط في المنتديات الخاصة بهذا المقرر. وهنا نجد في هذه الخطوة نقل الطالب من مرحلة الحل البسيط والمجرد للواجب إلى مرحلة البحث والمشاركة. ننتقل الآن إلى المنتديات الخاصة بهذا المقرر، ونلاحظ التفاعل الكبير من الطلاب في هذا المقرر، والذي كان للمحاضر دور كبير في توجيه الطلاب إلى المنتديات من خلال الواجبات كما لاحظنا سابقا، حيث طلب منهم حل الواجب عبر منتدى المقرر. دعونا الآن نشاهد أحد مشاركات الطلاب في هذا المقرر. نشاهد هنا في الأسفل أضاف الطالب رابط لأحد المواقع التعليمية الخاصة بموضوع معين في هذا المقرر. نضغط الآن على هذا الرابط. Damage to the body's tissues through heat, chemicals, sunburn, cuts, or microbial infections triggers a general non-specific defensive response called inflammation. Signs and symptoms of inflammation include redness, pain. وكما شاهدنا لقد أتى التعلم الإلكتروني ليضيف للعملية التعليمية الصوت والصورة ونقل تجارب وخبرات الآخرين الذين سبقونا في هذا المجال بكل يسر وسهولة وبدون أي تكاليف تذكر. إن التعليم باستخدام الصوت والصورة والحركة يرسخ المعلومة في ذهن الطالب، كما إنها ممتعة وفي نفس الوقت تشجع الطالب على الفهم والبحث والإبداع. شكرا لمتابعتكم.